بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير وحياكم الله أحبابنا وين ما كنتوا تتابعونا داخل الكويت وبرا الكويت، ومساء جميل جمعنا معكم دوم على الخير والمحبة مع ضيوفنا الكرام اللي منورينا الليلة باستديو مسائي، ونرحب بالجميع عبر شاشة الجميع تلفزيون الراي على الهواء مباشرة. اليوم راح نتكلم عن الموضوع عن وزارة الصحة. وزارة الصحة هامة جدا للمواطن والمقيم، لهذا السبب نجد بأن القضايا الصحية ضمن أولويات الإعلام والإعلاميين والحملات الانتخابية بالكويت وفي أي بلد كانت، يعني وزارة الصحة دول العالم عموما، لأن الصحة هي هاجس يومي للناس. واليوم مع كشف لبعض الحقائق من قبل ضيفنا لملفات خاصة بوزارة الصحة الشائكة، لكن شنو هي هذه الحقائق؟ وعن أي ملف وعن أي ملفات راح يتكلم ضيفنا؟ وشنو راح نستعرض اليوم في هذه الحلقة؟ هذا اللي راح نتعرف عليه إن شاء الله من خلال هذا الحوار المباشر والواضح مع ضيفنا بهذا المساء. ونرحب فيه ونشكره لقبوله هذه الدعوة الناشط السياسي والكاتب الصحفي عبد الرحمن المسفر. مساء الخير أستاذ عبد الرحمن. مساك الله بالخير، الله يحفظك ونمسي على المشاهدين في كل مكان. هلا مرحبا فيك وسعيدين بلقائنا معك. بارك الله فيك وبجهودك. ومثل ما قلنا، يعني اليوم في هذا الموضوع وزارة الصحة، وهي هاجس الأمانة في 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 كل مكان. احنا اليوم نتكلم عن الكويت ووزارة الصحة الكويتية. فأي ملف تريد أن تنطلق منه وترى بأن هذا الملف هو هذا ملف شائك يعني، ومن أولوياتك اللي حاب تطرحها؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الملف الأبرز في وزارة الصحة هو ملف الفساد، وما أدراك ما الفساد، إطلاق كبير. وكل مواطن كويتي غيور محب لهذه الأرض يريد أن يحافظ على مقدرات الدولة، يريد أن يرى الفاسدين مرء العين وهم يحاسبون ويعاقبون. وهناك فرق أو شعرة فاصلة ما بين تحقيق الإصلاح الحقيقي ومحاربة الفساد وإنزال العقوبات على المفسدين، ما بين الاستعراض السياسي والابتزاز السياسي وتصفية الحسابات. نعم. من الحاكم؟ من الذي يفصل؟ الذي يفصل هي الأفعال الصادقة الجدية التي يحكم عليها الرأي العام في نهاية المطاف، لأنه كما أتى في المذكرة التفسيرية وفي الدستور الكويتي بأن الرأي العام هو قوام وعماد الديمقراطية. فالرأي العام هو الحاكم وهو المقيم والمقوم لأداء الشخصيات العامة، ومن هذه الشخصيات العامة وزير الصحة اللي يعتلي هرم وزارة الصحة، ونحن ننتقد السلوك وليس الشخوص. بالضبط. وبالتالي على هذا الأساس رفعت راية عريضة اسمها الفساد في وزارة الصحة مع تولي الوزير المحترم الدكتور جمال الحربي. ونحن هنا نتحدث بتساؤلات مشروعة يطرحها المواطن الكويتي المحب لوطنه، وهذه التساؤلات توصلنا إلى الحقيقة. هل نحن سنصل إلى معركة فساد حقيقية، أو أن هناك خلف الستار السياسي ما وراءه؟ ما الذي ترى؟ وخليني أنا أقول لك شنو يعني بصراحة. هي قصة، وأنا من الناس المتابعين بحكم أني أشتغل في التحليل السياسي وأقرأ ما بين السطور وليس ما يقرأ على الهوامش، وبالتالي هي قصة بدأت بالآتي. أولا، معالي الوزير هو طبيب وضمن الجسم العامل في وزارة الصحة، وكان يتولى الوكيل المساعد للخدمات المساندة، يتولى منصب مماثل لزملائه اللي موجودين وكلاء المساعدين، ويرأس أيضا الوكيل. بعد فترة حقيقة سمعنا في معركة فساد، معركة الفساد تتولاها رؤوس، كلام يطلع تمتمات ثم تصريحات، الوزير يطلق شعارات الإصلاح، وهناك هناك سياسيون يتحدثون عن فساد. الفساد هذا من يتزعمه؟ هناك رأس لهرم الفساد، خالد السهلاوي وكيل وزارة الصحة السابق هو من يتزعم بحسب زعمهم، وهناك من يعاون في هذه في 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 هذه من زعم ذلك وصرح بذلك بان خالد السهلاوي هو سوف اتحدث عن هذا الموضوع. وهناك الوكيل المساعد للشؤون القانونيه محمود عبد الهادي، وهناك الوكيل المساعد للرقابه الدوائيه اللي هو عمر السيد عمر. هناك اطلاقات وكلام خرج اولا بدات
بالنائب الفاضل يوسف الفضالة، قال أنا سأستجوب الوزير إذا ما جاوب على أسئلتي خلال شهر. طيب هذه بداية القصة موثقة، وهناك ارشيف صحفي في الصحافة التقليدية في بوابات التواصل الاجتماعي، يعني لا نذيع سر. طيب لا نذيع سر طبعا هذا كلها أشياء مقيدة وأشياء أصبحت موثقة على من تصرف بهذه التصرفات. ثم بعد شهر نجد هناك انحراف في المسار من التلويح بأداة الاستجواب لاستجواب وزير الصحة إلى القفز على رئيس مجلس الوزراء حول السياسة العامة، وأن هناك فساد، والفساد كان عنوان بارز أيضا في الحقبة السابقة، وأن هناك 750 مليون دينار أهدرت، وأن مقدرات الدولة راحت في العلاج في الخارج وإلى آخره. والثمن من؟ رئيس الثمن وكيل وزارة الصحة والاثنين اللي أنا ذكرتهم. طيب أنا لهم السيد عمر، ومحمود عبد الهادي. طيب نعم. أنا أحاسبهم، أولا أطالب رئيس الوزراء بمحاسبتهم وإنزال العقوبات إذا كانوا فعلا فاسدين، ولا أنا أتركهم طلقاء وأخرجهم من الباب الخلفي وأترك الأموال اللي راحت إذا كانوا فاسدين حقا؟ لأن القاعدة، المشهورة اللي حتى على لسان الصغار يقولونها، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعلى المدعي أيضا أن عبء الإثبات. هل اتهموا اتهامات صريحة حسب ما الصحف وثقت؟ هذه أنا أنقل لك إياها نقل، نعم، وليس كلام من عندي ولا أتحدث. شوف هذا تصريح السيد المحترم اللي هو يوسف الفضالة، يقول سلمك الله، قال النائب يوسف الفضالة في تصريحه أن استجوابه سيقدم لرئيس الوزراء في الخامس من الشهر المقبل، يقصد مارس السابق، لأنه المسؤول عن السياسة العامة، متساءل هل يعقل أن يستقيل وزارة ويستقيل وزير في الحكومة من أجل بقاء رؤوس الفساد في وزارته؟ طيب من المعني رؤوس الفساد؟ كانت المعركة شهيرة وواضحة، والوزير راح وقال أنا هذول على ما يبدو حسب التسريبات، أنا لا أطلق كلام على لسان الوزير، حسب التسريبات أن هناك معركة تستهدف استئصال رؤوس، فالوزير ما يستطيع أن يعمل مع هذه الرؤوس إلا بعد إقالتها. طيب هذا تصريح موجود، هذا تصريح نائب مجلس الأمة يوسف الفضالة. تصريح الوزير أيضاً، شاطرة على مستوى آخر أو في موازات ذلك، الأخ النائب الفاضل ركان النصف وقال يعني من جهته حمل النائب ركان النصف المبارك مسؤولية استقالة الحربي بعد رفض الحكومة إقالة القياديين المتورطين في ملفات فساد عرضها الوزير في اجتماع مجلس الوزراء. نعم. طيب. أستاذ عبد الرحمن، يعني بس أنا جايك، أنا أسف، لكن قرارات وزير الصحة يعني بأبعادها السياسية والقانونية، هل هناك ما يتعارض مع السياسة الخاصة بمن يكون قيادي لهذه الوزارة؟ بعد الفاصل أسمع منك الإجابة. فاصل مشاهدينا ولا نعودة، ابقوا معنا. أستاذ عبد الرحمن، يعني ذكرت حضرتك تفضلت بأن هذه هي بعض التسريبات وتصريح بعض النواب بمجلس الأمة في تلك الفترة شهر 3/2017، يعني انصح بهذا التقدير تقريبا، وأن الوزير تقدم وقال أن هذا الفريق يعني لا يستطيع أن يعمل مع هذا الفريق، وذكرت حضرتك هذه القصة. طيب أتريد أن يعني تصادر هذا الحق للوزير يريد أن يعمل مع فريق يرى بأن هذا الفريق لا يستطيع العمل معه، وين المشكلة مع حضرتك في هذا الموضوع؟ لو كان الوزير قال أن هذا الفريق ما ينسجم معي بالرؤى والتطلعات وهذا الفريق أنا ما أقدر أشتغل معه لأجزنا هذا الكلام، لكن أن نرى معركة أخرى مساندة للوزير تقول أن الفساد يجب أن يستأصل ويتقدم أحد النواب المساندين للوزير ولتوجهاته بحسب زعمه الإصلاحية، ويقول إذا ما مشيت هذا الوكيل أنا راح أتقدم باستجواب لرئيس مجلس الوزراء. هذا النائب اللي واقف مع الوزير، النائب يوسف الفضالة، يقول إذا ما شلتوا بؤرة الفساد أو رأس الفساد ومن يتولى عملية الفساد أنا راح أقفز باستخدام أدواتي الدستورية واستجوب رئيس الوزراء. شو اللي صار في ذيك الأثناء؟
في ذيك الأثناء الوزير ما استطاع أن يقيل الأخ خالد السهلاوي وكيل وزارة الصحة. نعم الوكيل لما شاف الاحتدام والصراع ما بين السلطتين وكان الجو مشحون ومن باب السعي لإرجاع المياه لمجراها الطبيعي تقدم باستقالته. طلع أيضا يوسف الفضالة وقال خلاص دام إن تقدم باستقالته وقبلت استقالته أنا أنزع هذه الأداة وما راح استجوب رئيس مجلس الوزراء. طيب وين علامة استفهامك؟ علامة تعجبك علامات استفهام مش علامة استفهام. نعم. علامات استفهام في ممارسة الوزير السياسية وعلامات استفهام في ممارسة النائب السياسي مع احترامي لشخصيهما. أولا رقم واحد أنت مفروض تستجوب الوزير وتسأل أنه فرط في استخدام حق أصيل له بإثبات التهم على خالد السهلاوي وغيره من خلال لجنة تقصي حقائق إن لم يمكن لجنة تحقيق. أنت أيها النائب مفروض إذا عندك مستندات تلوح فيها ومعلومات خطيرة وهدر للمال العام تقدمها إلى النائب العام، تقدم بلاغ إلى هيئة مكافحة الفساد. نعم. أو نزاهة. أو نعم نزاهة. أو تذهب إلى النيابة العامة. لماذا لم تقم؟ وحينما أتى اللي هو موكل محمود عبد الهادي الوكيل المساعد للشؤون القانونية الأخ عادل عبد الهادي وتقدم بشكوى للنيابة العامة وطالبك أن هذه المستندات اللي تلوح فيها أن هذه المستندات تقدمها عشان إحنا نمشي معاك نأخذ بيدك للوصول إلى الحقيقة وإحكام القبض على الفاسدين. أنا اليوم إذا في فاسد وفاسد ارتكب جرائم بحق المال العام أو ممارسات إدارية أو ضرب المصلحة العامة أطلع من الباب الخلفي دون محاسبة وخليه يطلع؟ لا. إذن لماذا لم يرفض الطرف الآخر بأن أحيني إلى النيابة؟ طيب أحيني إلى التحقيق ولا أخرج بهذه الطريقة؟ السؤال اللي يطرح نفسه. نعم. الأهم والأعمق والأكثر تجذرا الأخ المحترم الدكتور جمال الحربي، أنت كنت من 2013 وكيل مساعد للخدمات المساندة وكنت معاهم متناغم ومنسجم، والدليل على ذلك إن ما كانت في تصريحات من قبلك بشكل أو بآخر تدين فيها زملائك أو تثير من خلالها شبهات. من 2013 إلى 2016 شلون انقلبت المعادلة السياسية؟ شلون أصبحوا هؤلاء الأشخاص زملاء السابق فاستيليا؟ شلون أصبحوا بعدين إذا فعلا في شبهات فساد في إجراءات مؤسسية؟ أصلا سلطة الوكيل مقيدة مو مطلقة، وسلطتك أيضا أيها الوزير أيضا مقيدة وغير منفردة وفي اشتراك أحيانا في المسؤولية. أنت لما تستعين مثلا مستشار أو شخص يستلزم في واحدة من الإجراءات أو مرحلة موافقة ديوان الخدمة المدنية وأيضا في إجراءات مثل تعيين القياديين مجلس الخدمة المدنية، فلا يوجد هناك سلطة مطلقة لدى الوزير. وبعدين عندك جهات رقابية أربع، عندك ديوان المحاسبة، عندك مراقبي التوظف تابعين ديوان الخدمة المدنية، عندك جهاز المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية، عندك جهاز متابعة الأداء الحكومي التابع لمجلس الوزراء. كل هذه الأجهزة موجودة وتحط ملاحظاتها، وأنت عندك شبهة فساد ورجل عندك إسناد قوي من النواب ومعاك الشارع ومعاك المحب للإطباق على الفاسدين، ليش ما أوقفت الوكيل عن العمل؟ يمكن السابق لا يملك القرار يا أستاذ عبد الرحمن. ليش ما في السابق اسمح لي. لكن لا. يجب أن أدخل معك. في السابق هو وكيل مساعد لا يستطيع أن يتخذ القرار، واليوم في سدة المسؤولية طيب يتخذ القرار. صار وزير. نعم. ليش ما وقفت خالد السهلاوي عن العمل لمصلحة التحقيق للمصلحة العامة؟ ليش ما أخضعته؟ ليش ما أثبت عليه التهم؟ ليش أيضا الزملاء الآخرين اللي تم إحالتهم للتقاعد في فترة الريبة اللي هي والحكومة مستقيلة ويتسير العاجل ويتم إقصائهم، ليش أيضا ما حولتهم لجان تحقيق؟ ليش ما أثبتت التهم عليهم؟ ليش النائبين الفاضلين اللي هم يوسف الفضالة وراكان النصف ما فعلوا وأشهروا أدواتهم تجاه الوزير وقالوا له مارس صلاحياتك الأصيلة في حالتهم للتحقيق وفي إثبات التهم عليهم وأن نخليهم عبرة لغيرهم؟ ليش؟ إذن ترى لا يوجد تدرج في العقوبة. المواطن ترى لا يوجد تدرج في العقوبة. ترى بأن هؤلاء الأشخاص. أما أنا. لماذا تقدموا باستقالاتهم؟ لماذا لم يطلبوا من الوزير حين إلى النيابة إن كنت ترى علينا شيء؟ بوجهة نظرك. هم نفسهم لماذا لم يطلبوا ذلك من الوزير؟ يطلبوا من الوزير. أنت مو تشوف إن إحنا فاسدين ترى في ذلك؟ حسب راح مصرح. راح. يطلب راح حين إلى. لا راح موكل المحامي عادل عبد الهادي. اللي هو محمود عبد الهادي اللي هو عادل عبد الهادي اللي هو موكل
الوكيل المساعد للشؤون القانونية محمود عبد العادي وتقدم بشكوى للنيابة، قال إن في استنادات ومعلومات تكلم فيها الأخ الفاضل النائب يوسف الفضالة يقول من خلالها إنه في فساد وفاسدين وكذا. وهذه الشكوى مفادها الآتي: إذا عندك استنادات ومعلومات قدمها. طيب في حس وطني مفروض عند النواب الآخرين، إذا في فاسدين ليش تتركونهم طلقاء؟ ليش تترك الفاسد طليق ما ينال حقه؟ خصوصا أن عندك جهات رقابية وعندك أيضا مسارات تستطيع من خلالها أن تفعل أدواتك وصلاحياتك كوزير. ليش تخليت عن هذه الصلاحيات؟ ليش تخليت عن حقك الأصيل؟ ليش فعلا ما سجلت نقطة مذهبة في التاريخ وقلت أنا أحكمت قبضتي على الفاسدين وخليتهم عبرة لغيرهم؟ إيه؟ لماذا؟ هذه أسئلة حقيقة مستحقة. سنتقل معك. نعم، واضحة النقطة وواضح لحضرتك ما ترمي لي ووضحت وسبت في هذه القضية، لكن أيضا وزير الصحة صرح بأن هذا التصريح كالتالي، راح أنقله نقل مباشرة، بأن الضمان الصحي للوافدين مزايدة وليس مناقصة وتتم دراسته، وهناك موافقة عليها من إدارة نظم المشتريات بوزارة المالية، وذكر أن المزايدة فيها مصلحة للدولة، وحتى الآن لم نوقع العقد. هناك من يتفق، هناك من يختلف، وضيفنا لديه ملف بهذا الموضوع تحديدا. شنو هو بعد الفاصل؟ مستمرين معكم مع هذا اللقاء وهذا الموضوع الشائك بوزارة الصحة لدولة الكويت، ويسعدنا عبر الاتصال الهاتفي يكون ضيف معنا الوكيل المساعد للشؤون القانونية السابق بوزارة الصحة دكتور محمود عبد الهادي. دكتور محمود عبد الهادي، مساء الخير. تقدمت حضرتك ببلاغ للنائب العام في حق من وعلى ماذا يحتوي ويستند هذا البلاغ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نمسي عليكم جميعا وعلى المشاهد الكريم. طبعا تقدمت ببلاغ لسعادة المستشار النائب العام في حق كل من الوزير والوكيل المساعد للشؤون القانونية والوكيل المساعد للشؤون المالية لوجود مزايدة تخص تحصيل مبالغ لصالح الوزارة من قبل للضمان الصحي الحكومي. وطبعا هذه المزايدة أنا سبق أني نبهت عليها عند وجودي في الوزارة أن يوجد فيها ملاحظات في شأن طرحها، وطبعا يستند هذا البلاغ على مخالفات كثيرة أحيطت بظروف طرح تلك المزايدة. طبعا بداية كانت ملاحظات من وزارة المالية، وزارة خاطبت وزارة المالية بطرح هذه المزايدة، وزارة المالية وافقت عليه وأبدت بعض الملاحظات تتعلق بالتأهيل المسبق للشركات أساس يتأكدون الملاءة المالية للشركة وقدرتها على القيام بهذه المهمة، وخصوصا إذا ما علمنا أن هذه المزايدة تتعلق بفوز شركة تقوم بتحصيل مبالغ للدولة حوالي 120-150 مليون في السنة. حتى نفرق دكتور عفوا بين المزايدة والمناقصة، يعني شنو وجه الاختلاف بينهم؟ المزايدة أن الشركة تتقدم أو شركات تتقدم بعروض شكذر يقدمون للدولة عند حصولهم على هذه المزايدة، والمناقصة أقل سعر يتم للشيء المتعاقد عليه. تمام؟ طيب. بس أكمل عفوا قضية الملاحظات اللي كانت موجودة من وزارة المالية. قلنا وزارة المالية نبهت على ضرورة التأهيل المسبق للشركات، يعني الشركات اللي راح تتقدم للمزايدة لابد أنها تكون مؤهلة، وبعدين قالت حق الوزارة لازم تحطون قيمة تقديرية لهذه المزايدة، وطبعا هذا كله لم يحصل. تمام؟ وطبعا كانت هناك ملاحظة من الفتوى التشريع، أيضا الفتوى التشريع قالت أن ما يجوز طرح هذه المزايدة بهذا الطريق، يجب سلوك طريق التعاقد المنصوص عليه في قانون المناقصات العامة رقم 49 سنة 2016، ومع ذلك تم الإصرار على طرح المزايدة بهذه المخالفات، وطبعا كلها تجعل الظروف والملابسات التي أحيطت فيها يشوفها الشك والريبة خلال فترة هذه بالذات. طيب. ومع ذلك أجريت المزايدة
في الوزارة نفسها زين تاريخ 31/10 في فترة تصريف العاجل من الأمور وما في شيء يعني عاجل حكها، والإصرار عليها رغم طرح تلك الملاحظات من الجهتين مهمين رقابيتين الدولة. لذلك أنا طبعا لما تمت الترسية بتاريخ 31/10 على إحدى الشركات الغير مؤهلة ورأس مالها 50,000 دينار، طبعا يعني شلون شركة تدير مشروع ضخم مثل هذه يدر على الدولة 120 إلى 150 مليون دينار في السنة مثل ما قلت، تديرها شركة غير مؤهلة بهذه الطريقة. ولذلك أنا تقدمت بلاغ للنائب العام عن هذا السلوك. دكتور أنا أسف على المقاطعة لكن ما عندي وقت، لكن الوزير صرح بأنه لم يوقع العقد. إحنا ما قلنا في توقيع عقد، العقد لم يوقع، لكن هناك إجراءات تمت بالمخالفة للقانون يشوبها البطلان ويشوبها الشك والريبة خلال فترة معينة وترسية، وتمت ترسية، هناك ترسية. إحنا ما نتكلم، ما ننطر إلى أن يقع يعني توقيع العقد، بالعكس إحنا هدفنا وقائي وإجراء مهم إن إحنا نسويه لنوقف هذا العبث اللي موجود، وهذا الأمر تم بعد خروجي من الوزارة وليس كما يقول البعض إن أنا بعد ما طلعت تمت هذه. أنا الحمد لله أنا يعني طلعت من الوزارة بتكريم من الوزير معاش استثنائي زين، فأنا ما عندي شيء شخصي، كل هدفي المال العام الحفاظ عليه. متى تقدمت البلاغ دكتور؟ متى تقدمت البلاغ دكتور؟ تقدمت فيه بتاريخ 21/11. لماذا لم تتقدم في حينه عندما رأيت كل ذلك؟ لا من 31 عقب ما تمت المزايدة وعلمت بتمام المزايدة على طول جمعت الأوراق وتقدمت البلاغ. أين وصل الموضوع حتى هذه اللحظة دكتور؟ وصل الآن عند النائب العام وسوف يحال رفقا للقانون إلى لجنة محاكمة الوزارة. ختاما دكتور محمود عبد الهادي، هل تريد أن تقول شيء ختاما؟ جزاكم الله خير، ويعني نتمنى إحنا يعني كل الأسماء كل الأشياء تسمى بأسمائها ونكون يعني شفافين في طرحنا سواء من قبل الوزير، والوزير طبعا إذا عنده شيء يقول أمام محكمة الوزراء، ما نطلق التصريحات جزافا ونخلي الجهة الرسمية هي تشوف شغلها وتناول البلاغ بكل موضوعية وحيادية. وإحنا مثل ما قلت ما عندنا شيء شخصي، هدفنا المال العام والمصلحة العامة، والقضاء يقول كلمة إن شاء الله. دكتور محمود عبد الهادي الوكيل المساعد للشؤون القانونية السابق بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. شكرا أستاذ عبد الرحمن، إن كان عندك تعليق سريع على مداخلة الدكتور حتى نرجع إلى باقي محاورنا. لا أبدا، عشان بس يسعفنا الوقت في النقاط التالية. إذن نرجع على نقاطنا، يعني في موضوع اللي ذكرته قبل شوي بأن تم إقالة من أقالهم معالي الوزير وإحالتهم إلى التقاعد، والحكومة في تصريف العاجل من الأمور، وكأنك يعني ترمي ما بين السطور أن هناك شبهة دستورية في هذه القضية. أول شيء إحنا نستهدف أصلا من الحوار هذا كله ترشيد الممارسة السياسية وعدم الانحراف فيها وعدم تأويلها في اتجاه تصفية الحسابات أو المنفعة الشخصية أو الاصطفافات، لأن المصلحة الجوهرية هي مصلحة المواطن الكويتي وتوخي الصالح العام. ثم أيضا نحمي الممارسة القانونية من الانحراف، وهذه الحماية حتى لا تتولد أو تترسخ هناك سوابق، سواء كانت هذه سوابق سياسية في العمل السياسي، هذه السوابق يستند إليها من يريد الانحراف، أو سوابق في الممارسة القانونية. طيب الحكومة الآن مستقيلة وتصرف العاجل، وحتى لا أدعي أني من رجال القانون أو الاختصاص، نفهم نحن أن تصريف العاجل هو تصريف الأمور الروتينية الإدارية المستعجلة. طيب حكومة أصلا بحسب تعريف أصحاب الاختصاص نفسه حكومة ناقصة الصلاحيات، والوزير يعني جوازا هو وزير مع وقف التنفيذ، أنت تصرف العاجل المهم. أنا لا أنشئ مراكز قانونية ولا أعدلها من باب أولى، ما أنقل ما أثبت، أروح أحيل قياديين بدرجة وكيل مساعد في فترة تسمى أيضا فترة الريبة، ليش؟ ما الذي يدفعني لهذا الإجراء؟ بعضهم باقي له 6 شهور 5 شهور على التجديد. كيف تفسر هذا الإجراء من وجهة نظرك؟ لا، في شيء أهم من هذا، في مصلحة عامة، عندك الوكيل مش موجود. اثنين الوكلاء هذولي مشيتهم، عندك وكيلين مساعدين لم يجدد لهم 9 شهور، الوزارة خاوية على عروشها، من يدير الوزارة؟ الوكيلين اللي الآن مو مجددين لهم يمكن حتى يطعن على قراراتهم وممارساتهم لأن أنت مكلفهم. إذن في مصلحة عامة مفروض يتم توخيها. أنا أرجع أيضا في نفس اليوم اللي بعد أن قام الوزير بحالتهم للتقاعد،
طلع النائب المحترم يوسف الفضالة وصرح هذا التصريح، وهذا أنا ما أخذ من تغريدته الآن مثبتة موجودة في حسابه، يقول نبشر الشرفاء من الكادر الطبي والإداري بوزارة الصحة بسقوط 2 ممن ارتبطت أسماءهم بملف وزارة الصحة خلال الفترة السابقة، والنتيجة سقوط هرم الفساد ومساعديه، إما مساعديه ولا مساعديه على ما أدري حتى ما أول الأمور. السؤال المهم، السؤال المهم أتركه بعد الفاصل. أوكي. بعد الفاصل هناك سؤال مهم من عبد الرحمن المسفر، ما هو بعد الفاصل. أستاذ عبد الرحمن، ذكرت حضرتك هذه التغريدة للسيد يوسف الفضالة، وأنه صرح هو نائب للأمة وقد يرى أمور لا نراها نحن على العلن أو على المستوى الأروقة المغلقة، وصرح. شو اللي ضايقك بهذا التصريح؟ أولا أخي الكريم، في قواعد دستورية وقانونية وفي أدبيات سياسية، حينما تستخدم مصطلح الفساد يا في حكم نهائي يقول أنت فاسد وبالتالي أخلع عليك صفة الفساد. لو تدحرج هذا المصطلح على الألسن ما بقي أحد في الكويت إلا واتهم بأنه فاسد. نعم. وتحت أي ذريعة وتحت أي معركة أنت فاسد خلني أشيلك، ما يصير. النائب المحترم عنده أداتين فعالتين، عند الرقابة وعند التشريع. إذا في خلل في إدانة القيادات الفاسدة وإحكام القبض عليهم، سد الثغرات في التشريع. إذا فيه عدم وضوح في البيئة السياسية، أنشئ أو حاول أن تنشئ إرادة سياسية أيضا تطوق ظاهرة الفساد وتحكم الفساد على الفاسدين. أما تجي تقول لي أنا، ما يصير كل واحد يطلع يقول فلان فاسد. شنو دور المحاكم في الدولة؟ شنو دور التسلسل بالإجراءات، لجان التقصي وش اسمه ولجان التحقيق الإدارية؟ شنو دور مجلس الخدمة المدنية اللي بقرار إذا أنت شكيت في قيادي تبعث لهم وشكلوا لجنة التحقيق وتخرج النتائج وتروح إما للنيابة العامة أو تروح للجهات المتخصصة؟ ما يصير. كمتابع وكمحلل سياسي، كيف هذا التصريح هو تصريح وفق أهواء مثلا؟ ما أقول وفق ولا أتهمه ولا أطعم في نواياه، لكن أنا أقول دائما هناك فرق ما بين النوايا الإصلاحية وما بين الاحتراف والفكر الإصلاحي، وأنا لا أتهم أحد. أنا أقول دائما إذا أنت بتستخدم هذه المصطلحات استخدمها على بينة وبعد ثبوت، لا تستخدمها على أطلاقاتها. هذول بالنهاية لهم عيال، بالنهاية لهم أسر، بالنهاية لهم امتدادات، بكرة يقرأ الجريدة يقول أبوي حرامي، أخوي حرامي، كل واحد تطلق عليه إطلاقات. أول شيء لا يجوز شرعيا من الناحية الشرعية، ولا يجوز من الناحية الأخلاقية، ولا يجوز كقواعد إذا أنت تحتكم لدولة المؤسسات والدولة المدنية. أنا ما يصير كل واحد أقول له أنت فاسد عشان قاعد أخذ معركة سياسية، وأنت إنسان حرامي، وأنت إنسان سطوت على المال العام. إذا نحن لا ندافع عن أشخاص ولا نقطع أشخاص، بالعكس، ولكن هو لترسيخ مفاهيم عامة. خلني أقول لك شيء، ترسيخ مفاهيم عامة. أنا قلت أنا مستعد أنصب نصب تذكاري للنائبين الفاضلين هذولي إذا فعلا أثبتوا التهم على الفاسدين وطبقت العقوبات وأنزلت هذه العقوبات بأعلى سقف فيها عليهم، إحنا نصفق لهم إحنا فعلا، لأنهم هم فعلا يكونون حققوا المستحيل اللي يبحث عنه المواطن الكويتي. أما أطلاقات وهذا فاسد وهذا أنا أوريه، ما يصير، ما يجوز. هذا يخالف حتى جبلة الكويتيين ويخالف حتى الثقافة القائمة على التسامح والمحبة. أنت عندك شيء قدمه، عندك جهات اختصاص، قدمه النيابة العامة، قدمه هيئة مكافحة الفساد، امش بالإجراءات صح. لجنتك التحقيق اللي موجودة البرلمانية قالت خالد السهلاوي حرامي، قالت محمود عبد الهادي حرامي، قالت عمر السيد حرامي، خلصت. هو قال انهم حرامي، ما أدري. هو يقول ويتكلم ويقول في رأس هرم فساد ومساعدي، ولما قالوا له تعال تكلم عن الأسامي منه، هل في أشباح في وزارة الصحة؟ في غول موجود؟ ما في معروفين عدد الوكلاء المساعدين؟ هل ترى أن هناك فعلا إدانة بالأرقام بالأدلة تثبت أو تنفي كلامك؟ عندنا الحكم والفيصل في هذه القضية ديوان المحاسبة. ديوان المحاسبة، أنا رحت من باب استقصاء هذا الملف والبحث عن الفساد. تقرير ديوان المحاسبة بحسب قراءتي التقريبية
2015-2016 في العهد السابق موجود 49 ملاحظة. في العهد الحالي اللي موجود فيه معالي الوزير المحترم تقريبا 37 ملاحظة، 8 أيضا ضيف عليهم متكررة. والمفارقة الكبرى أن بعض الملاحظات سجلت على القطاع اللي كان يتولى معالي الوزير وما زالت مستمرة، اللي هو الأخ الفاضل جمال حربي، اللي هو قطاع الخدمات المساندة فيما يتعلق في الإسعاف الجوي. إحنا مو من باب أن يعني نوجه الاتهامات جزافا، إنما إحنا نبي مصلحة المواطن، نتوخى المصلحة العامة، نبي نحافظ على هذا الكيان اللي يمس كل مواطن كويتي. اليوم الخدمات، تطوير المرافق الصحية، احترام حتى المواطن وهو ياخذ موعد ولا ياخذ دواء. انا ولا الوقت جدا يضايقني، هل ترى ان هذه القضيه تسيس قضيه الفساد بوزاره الصحه؟ هي مسيسه؟ شوف، من وجهه نظرك من أسوأ شيء ان يوضع ملف الصحه يتدحرج في الملعب السياسي. احنا نبي ناس مختصين وناس عقلاء وناس حكماء يديرون هذا الملف، واداره فذه وطنيه ما تتنازعها الاجندات السياسيه ولا البطولات الوهمية ولا الإطلاقات غير المؤيدة بأحكام قضائية نهائية. هذا اللي يتمناه المواطن الكويتي. مل، كل واحد يدعي البطولة، وكما قال الشاعر: أنا ما جئت كي أكون خطيبا فبلادي أضاعها الخطباء. والقصد يقصد الخطباء السياسيين اللي يخطبون، وأنا أتكلم على الإطلاق وليس التقييد والتحديد. نعم. وأتمنى حقيقة، بس في نهاية المطاف، أتمنى أن يفهم الوزير المحترم والنائبين الفاضلين اللي وردت أسماءهم أن إحنا نتعلق، أن إحنا نتحدث عن نقد ممارسة سياسية. نعم. وهم شخصيات عامة، لهم كل الاحترام والتقدير بالتأكيد، ويقوموا من سلوكهم. نعم. بالعكس، أنا أتمنى، بس في نهاية المطاف أتمنى. وأنا عندي سؤال أخير، أنا عندي سؤال أخير في التشكيل الحكومي تأخر بعجالة، هذا التأخير هل ترى بأن هناك تغيير، نسبة التغيير، وهل ستتأثر وزارة الصحة بهذا التغيير بعجالة من وجهة نظرك كمراقب سياسي؟ إحنا ما نقف عند الأشخاص، إحنا نبي شخص بالذات يتولى وزارة الصحة يكون عنده فكر إصلاحي. النوايا هذه، اسمح لي، في الغرف المغلقة، في الشارع، في القهاوي العامة ما عنده مشكلة، بس حين تسلم المسؤولية العامة أنا بفكر إصلاحي ومناعة من أجندات السياسيين وقدرة على اتخاذ القرار. القرار اللي أول شيء يخاف من خلاله رب العزة والجلال. نعم. واثنين يوافق قناعاته التي تستقيم مع صحيح القانون والمصلحة العامة. التأخير في التشكيل الحكومي؟ التأخير في التشكيل الحكومي أسباب هناك موائمات سياسية وظروف إقليمية. نعم. وإن شاء الله نتمنى أن يخرج. نعم. بحسب. نعم. ما يأمل المواطن الكويتي. نعم. شكرا لضيفي الكريم الأستاذ الناشط السياسي وأيضا الكاتب والصحفي الأستاذ عبد الرحمن المسور، شكرا جزيلا لك. شكرا. الله يحفظك. شكرا. كل شكر لضيفنا الكريم، وحق الرد مكفول للجميع وللمناظرة، ومن يرى بأن لديه وجهة نظر أخرى مختلفة أهلا وسهلا بالجميع. في النهاية إحنا لا نستقصد لا شخص ولا غيره، إحنا نتحدث عن ممارسات عامة، ممارسات سياسية، نتكلم عن دولتنا، نتكلم عن وزاراتنا، الكل بالتأكيد لا التقدير والاحترام، ولكن حق الرد مكفول للجميع. إذا إحنا نتحدث مثل ما ذكرنا بالبداية عن ممارسات وعن وزارات بالدولة، نريد وهذا يعني مشترك مجتمعي، الكل، احنا كلنا ابناء هذا الوطن، كلنا ابناء هذا البلد، والكل يسعى من وجهة نظر ما يراه هو صحيح لمصلحة البلاد والعباد، فيهم اصحاب القرار بهذه القضية. اذا المجال مفتوح للجميع، فاهلا وسهلا بكم. شكرا ضيف الكريم، وانا بدوري اشكركم واقول لكم تصبحون على امن وامان. صاحب الابدان، كنت معكم راشد حسن، لكن اترككم بعد الفاصل مسائي مستمر معكم مع زميلتي دانا ومع ضيوفها، انطلاق اول مؤتمر من نوعه لحماية النساء اثناء الحروب.
رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل ورحب فيكم في باقي فقرات برنامج مسائي، ومع أول مؤتمر نسائي اجتماعي يتناول وضع المرأة في الحرب على أرض الكويت، وذلك بالتعاون مع كل من البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر بالكويت، لجنة الصليب الأحمر الدولية، وشركة انتصارز التي تترأسها الشيخة انتصار سالم العلي صباح. تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر الأول من نوعه نتعرف عليه مع ضيوفنا بالاستديو، رئيسة كل من مبادرة النوير وشركة انتصارز الشيخ انتصار سالم العلي صباح، وأيضا المفوض الإقليمي للصليب الأحمر الأستاذ يحيى عليبي. حياكم الله معنا. حياكم الله. أنا جدا سعيدة بهذا المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه، خاصة أنه هو يتكلم عن فئة جدا مهمة من المجتمع، وقد تكون هي أغلب المجتمع، المرأة أكيد، وأن نتناول موضوع المرأة في الحرب هذا بحد ذاته يعني أمر الأول من نوعه والجديد، واللي ممكن ما حد تطرق له من قبل. شيخ انتصار، يعني خلينا نتكلم أكثر، يعني أنت تحمستي لرعاية هذا المؤتمر، وهو أول مؤتمر نسائي اجتماعي بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اللي طبعا مثل ما قلنا يتناول وضع المرأة في الحرب. كلمينا عن هذه النقطة. لما يكلموني أنا صار لي سنة، يعني حوالي سنتين حضرت كذا مؤتمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ف لأول مرة يصير فلما يكلموني قالوا لأول مرة يصير هالكثر عدد من الحروب في الدول المجاورة للخليج، ولأول مرة في التاريخ المعاصر خلنا نقول يكون لهالدرجة كميات وأعداد كبيرة من اللاجئين خلنا نقول والناس اللي تحتاج مساعدة، وخاصة المرأة. المرأة في أعداد كبيرة لاجئة وتحتاج مساعدة، فطلبوا مني إذا نقدر نتعاون، فقلت بالعكس موضوع حلو، وش نقدر نسوي. فطلعنا في المؤتمر والمعرض المصاحب للمؤتمر، وفي المؤتمر سوينا توصيات جدا جدا روعة، يعني كانت ليلة ملهمة. نعم. بجدارة. نعم، راح نتكلم عن تفاصيل أكثر عن هذا المؤتمر الجميل أكيد. أستاذ يحيى، احتفال اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت بمرور 25 عام على التأسيس، حدثنا عن مظاهر هذا الاحتفال. شكرا، وشكرا على هذه الفرصة السعيدة، وأتشرف بالجلوس جنب الشيخة انتصار. اللجنة الدولية احتفلت يوم الأمس وقبل أمس بعيد ميلاد تواجدها في الكويت منذ 25 سنة، فكان هناك حفل استقبال وفيه كذلك فيلم مهم، ودعونا شخصيات كويتية عايشت الفترة الصعبة اللي مر بها الكويت أثناء الاحتلال، وكانوا خير شهود على عمل وإنجازات اللجنة في تلك الوقت في ذلك الوقت. بعد كما تفضلت الشيخة أزمات كبيرة. نعم. المنطقة تعيش أزمات غير مسبوقة، 80% من الحروب تقريبا حاليا ومن اللاجئين هم والمرحلين هم في المنطقة، خلينا نقول المنطقة العربية. صحيح. فاللجنة تحتاج لقيادات سياسية وقيادات اجتماعية رائدة. وتريد أن تهتم بالعمل الإنساني ولها رؤية في هذا المجال، فتوجهنا للشيخ انتصار لرعاية مؤتمر خاص بقضية من القضايا المنسية، قضية المرأة ودور المرأة أثناء النزاعات المسلحة. نعم. المرأة تعيش تجربة الحروب بصفة خاصة، لها حقوق خاصة، لها واجبات خاصة، وتتأثر تأثير خاص. صحيح. القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف تكفل الحقوق للمرأة كجزء من المدنيين، لكن تعطيها كذلك حقوق خاصة، فكان لابد من التعريف حاليا بحقوق المرأة وقضايا المرأة ودورها، لأن المرأة دائما ليست ضحية لكنها تلعب دور مهم وريادي أثناء نزاعات مسلحة في كفالة الأطفال، في رعاية الأطفال، فلا بد من تمكينها ونشر الوعي بهذا. والشكر الجزيل للشيخ انتصار والمؤسسة التي ترعاها بهذه الشراكة، لأننا نحتاج مثل هذه الريادة. شكرا.
نعم. شكرا لك. أكيد شكرا لك شيخ انتصار على هذه المبادرات الجميلة اللي قاعدة تقومين فيها. ذكرت أستاذ يحيى عنصر جدا مهم وهو يجب أن نقوم بتوعية المجتمع في العامل الإنساني ككل. العامل الإنساني اللي ليس مقتصرا فقط على المرأة بل على الطفل والرجل الكبير والإنسان بحد ذاته. ولله الحمد إحنا بالكويت يعني الأعمال الإنسانية رائدة جدا، عندنا مجاميع تطوعية كثيرة، وأنا شخصيا أفتخر أن أنا من هذا البلد الذي يعني يحرص على العمل الإنساني بشكل أولوي مثل ما يقولون. شيخ انتصار، يعني إحنا لما نتكلم عن المرأة، المرأة هي ما هي فقط عمود البيت، هي عمود المجتمع ككل، لكن للأسف في بعض الأحيان تنسى المرأة في المنظمات الأهلية والدولية. شلون هي حاليا المرأة محور اهتمام شيخ انتصار؟ ما راح أقول تنسى المرأة، راح أقول ينسى إن دورها محوري مثل ما قلتي. المرأة في النزاعات هي الأم، هي الأب، هي الجد، هي الكل. فمرات ننسى نساعدها علشان تقدر تتحمل كل اللي قاعد يصير دار مدارها وداخل عائلتها. ف يعني هو امر يعني لما كنا في الـ في الـ في اللقاء صار امر هو ما راح اقول حلو مر، ولكن دورها في النزاعات يؤدي الى قوتها. نعم، اغلب تنكسر وتصير اقوى. فيعني الموضوع ما ادري شلون الواحد يتعامل معه، وما ادري شلون الواحد يفكر فيه، وما ادري يفرح انها قاعد تصير اقوى ولا يحزن انها لازم تنكسر عشان تصير اقوى. صحيح. فيعني سؤالك حقي يعني المراه غصبا عنا نرعى من ترعى الجميع اثناء النزاعات. الرجال مشغولين خلينا نقول في الحرب، وهي قاعده الكل في الكل. نعم، واحد هذا واحد من الأشياء اللي تكلمنا عليها بالملتقى، إن دور المرأة في الحرب يذكرنا بشكل صغير في دور المرأة الكويتية لما كانوا البحر كلهم يروحوا البحر. صح. مكسورة وقوية. نعم. الحالها وتكبر. فيعني ما أدري إحساس غريب إني أبي أساعد أحد وأبي أكبر أحد وهو كبير. نعم. بس بنفس الوقت هو مكسور. ما يعني ما أدري إحساس، ما أدري حتى شعور غريب لما أقول هي أي واحدة فيهم، هي الاثنين. نعم. فشنو دورنا؟ ما أدري. دوري إني أذكرها أنها هي قوية. نعم. وليس إني أذكرها أنها مكسورة. نعم. يعني نركز على الجانب الإيجابي في المرأة. فمرات ننسى إن نذكرها أنها هي قوية وهي قادرة عشان هي قادرة. صح. المرأة عموما هي كائن عجيب وعظيم، تستطيع أن هي تشيل حمل على ظهرها، ويعني أمة كاملة، تفكر في أمة كاملة وليس فقط في أبنائها، ولا في تفكر بالوطن، تفكر في بيتها، تفكر بالأرض. هي إنسانة عظيمة بالنهاية، وخاصة المرأة في الحرب هي تتحمل أضعاف المعاناة اللي ممكن يعانيها أي شخص آخر. أستاذ يحيى، إذا بنتكلم على أهم النقاط اللي تناولها المؤتمر. والله النقطة الأولى هي هذه، هي قوة المرأة وتحملها أضعاف المسؤوليات. فهي كما قالت الشيخة ليست مكسورة وتصبح أقوى. أنا بتجربتي الخاصة زرت الكثير من مخيمات اللاجئين، مخيمات المرحلين في كل المناطق، في إفريقيا، في آسيا، في مع الأسف في منطقتنا العربية. فداخل المخيمات من هو العمود الأساسي للأسرة عندما يقتل الزوج أو يرحل أو هو في جبهة القتال؟ فهي المرأة. من هو المسؤول على تربية الأجيال؟ من هو المسؤول على إطعام الأطفال؟ فالمرأة عنصر أساسي. لذلك من برامج اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فكانت الفرصة أثناء الندوة أن نشارك الأخوات متميزات في الكويت بتجارب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أننا لمساعدة اللاجئين والمرحلين لمواصلة الحياة لابد أن نركز، ولنا كثير برامج تركز على تقوية وتمكين المرأة في عدة مجالات. نعم. شيخ انتصار، هل شهدتي أو سمعتي
عن قصص اللي تتعلق في المرأة بالحرب وشون هي أثبتت عظمتها في هذه القصص. شوفي لما قعدنا نتكلم كلنا اللي موجودين على الطاولة مرينا في خلنا نقول الاحتلال في الكويت. نعم. وكل واحدة منا قاعدة تتكلم هي شلون تعاملت مع الوضع. فسمعت من على الطاولة المستديرة، وسمعت لما نشوف اللاجئين ولا مرات تشوفين برامج عن اللاجئات، فقصص كثيرة، مصايب كثيرة، وقصص نجاحات كثيرة. نعم. يعني فحتى المعرض الفني اللي مصاحب حق الملتقى فيه قصص نساء شلون تغلبوا على المشاكل اللي صارتهم، ونساء إلى الآن قاعد يتغلبون. صح. فأقول إيش قصة واحدة، لا مثلا أنا أقدر أقول إيش قصتي أنا لما كان الغزو، هذه واحدة من الأشياء اللي تكلمنا عنها ولقيت نوايد مثلي كانوا أمهات، إن إحنا في الغزو بناتي صغار ضرب، وكنا قبال قصر بيان، وكل اللي فكرت أسويه إن نغني علشان ما يسمعوا القذف. ولما كان يصير في رمي، لما كنا نأذن على السطوح وكان يصير رمي، كنا نغني وننط بس عشان ما يسمعون الصوت. فبنتي تقول لي ذاك اليوم ما أتذكر الحرب، كنا خايفين. فأني أنا يعني أنا ما مريت بربع ولا حتى 1% من اللي قاعد يمرون فيه الباجي النساء في الأزمات خلنا نقول الحين، ولكن أنا أتذكر شلون ما فكرت بأي شيء ثاني، ما فكرت بخوف، فكرت شلون أحمي عيالي. فدائما أتعاطف مع الأم اللي هي في نص الحرب، شلون همها تحمي عيالها. صح، دائما تفكر بعيالها قبل لا تفكر في نفسها. دائما إحنا كأمهات نفكر في الكل وننسى نفسنا. صح. وهذا أظنتي واجب علينا. نعم. ف يعني قصص كثيرة، وأظنتي حتى أنت تعرفين قصص. نعم. والكل يعرف قصص. نعم. نعم، مثل ما قلنا المرأة هي عنصر عظيم وأساسي، ويعني المجتمع قد ممكن أنه هو لا يرتكز أو لا يتقدم إلا بتقدم الأم بحد ذاتها. يعني إذا الأم موجودة علشان عيالها وزوجها وأسرتها وأخوانها، ممكن المجتمع يضيع أو يتزعزع. ففعلا تركيزنا على المرأة هو العنصر الأساسي، خاصة في ظل هذه الأزمات اللي قاعد تواجهها المنطقة. احنا مستمرين في الحديث معاكم، لكن مشاهدينا روح الفاصل ورادين. رجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل، ومستمرين في حوارنا عن مؤتمر المرأة في الحرب مع ضيوفنا المتواجدين معنا في الاستديو. استاذ يحيى، ابي ارد عليك على موضوع المؤتمر، شلون راح يكون لهذا المؤتمر دور في تنمية الوعي بالقانون الدولي الإنساني؟ شكرا. في الحقيقة المؤتمر خرج بتوصيات ملموسة. من أول هذه التوصيات هو العمل ومواصلة الشراكة لنشر القانون الدولي الإنساني لدى الأوساط النسوية والنسائية، لأنه مهم أن المرأة تكون على علم بحقوقها. الحقوق لا تمارس إذا كانت مجهولة. الشيء الثاني هو إنشاء قاعدة معلومات تساعد المرأة إذا ما حصل مشكل، وممكن نشارك كذلك في بعض البرامج لمساعدة النساء في بعض النزاعات المسلحة في المنطقة، في سوريا وفي العراق وفي لبنان. نعم. شيء ثالث مهم جدا هو المؤتمر أكد على شيء مهم، هو واجب التحضير أثناء السلم. لا ننتظر النزاعات المسلحة. إذا المرأة لن تقوم بواجباتها والمسؤوليات المتضاعفة والمضاعفة إذا لم تكن مهيئة لذلك. طبعاً. فلا بد أثناء السلم من تمكين المرأة في مجال التربية، في مجال الرعاية الصحية، في مجال التكنولوجيا، لأن الاحتياجات حالياً مع تطور الحروب في بعض الأحيان المرأة تحتاج لوسائل التكنولوجيا والاتصال. صح. لمعرفة مصير أهلها أولادها،
فكل هذا لابد القيام به أثناء السلم، فهذا التوصيات المهمة جدا، التحضير أثناء السلم، التوعية، نشر القانون، وكذلك في الميدان ممكن أن أعبر على استعدادي للشراكة من أجل برامج مساعدة للنساء في المخيمات في الوطن العربي أو في أفريقيا. نعم شيخ انتصار، دور هذه التوصيات إيش كثر مهم على المرأة والمجتمع ككل؟ شوفي ما طلعنا بالتوصيات بعد 3 ساعات وشوية من النقاش والحوارات، وبالنسبة حقنا إحنا يعني إحنا 14 شخص خلنا نقول والسيدة اللي كنا نتكلم في المواضيع، شنو كان دورنا إحنا؟ نعم ما راح أقول دور التوصيات عشان دور التوصيات يجي على خلنا أقول منظمة الصليب الأحمر وباقي المنظمات اللي لازم تحنا في المرأة، شنو دورنا إحنا وشنو نقدر نقدم خلنا أقول سيدات عارفين في إنه خلنا أقول السيدات يبون المصلحة العامة وليس بس للمرأة ولكن للجميع طبعا. ولكن نبتدي من المرأة. اللي شفناه أنه مثل ما قال السيد يحيى إن إذا سوينا أهم شيء توصية إن في السلم تعرف المرأة بحقوقها. إنزين شن دور التوصية هذه بعدين متى ما تطبقت، وإن شاء الله راح تطبق، علشان متى ما أنت عرفتي الناس إن في طريقة تقدرين تساعدين الناس، الناس راح تسويها. فإذا المرأة عرفت حقوقها ولا الإنسان عرف حقوقه في السلم الله لا يقوله، بس وقت اللي تحتاج راح تذكرينها. صح. في التوصية الثانية اللي هي طلعنا بالتوصية هذه لما شفنا تغيير في متطلبات الأمهات من الثمانينات إلى الآن. الثمانينات كانوا يطلبون في الأكل والمسكن، الحين قاعد يطلبون بتدريس عيالهم. فالتوصية الثانية كانت ما راح أقول التدريس عشان لا الصليب الأحمر مهمتها التدريس ولا إحنا اللي موجودين مهمتنا التدريس، ولكن التوصية إن نحث على إنه يكون في إمكانية لتعليم هالأطفال اللي في المشردين. خلنا نقول في ناس صار لهم 5 سنين ما راحوا مدرسة. صح. الحمد لله جزء كبير قاعد يروح ياخذ نوع من التعليم، ولكن وصلوا وايد ناس يبون تعليم صار عندهم أهم مرات من الأكل. نعم. ما دامها بس كافية جوعها تبي تعلم تبي مستقبل حق عيالها. نعم. فلازم نوصي إن الأم كجزء من حماية حق عيالها تبي لهم تعليم. نعم. فيا ناس تبون تتكفلون في المرأة علموا عيالها. نعم صحيح. هذه النقطة جدا مهمة، يعني نورتيني على شغلة أن المرأة حتى في ظل المآسي والحروب اللي هي قاعدة تعانيها إلا عندها نظرة أمل لمستقبل عيالها. صح. دائما حريصة أيضا على مستقبلهم. نعم هي تحرص على سلامتهم الآن وأن هم يكونون شبعانين وعندهم الأكل والاحتياجات اللي يحتاجونها حاليا، لكن أيضا تفكر بالمستقبل البعيد أن في حال إن شاء الله انتهت هذه الحرب اللي عندهم مستقبل قدامهم يقدرون يعيشون. أستاذ يحيى، من وجهة نظرك كإنسان وكعضو فعال وعامل في الصليب الأحمر، من أهم احتياجات المرأة في الحرب شنو هي؟ اسمح لي أولا أن أشكر شيخ انتصار على التأكيد على التربية. نعم. والتعليم، لأنه احنا لاحظنا بتجربتنا أن الحروب أصبحت ليست حالات طارئة مع الأسف. نعم. يعني 5 أو 6 أشهر وترجع الحياة إلى مجاريها. فمعدل الحروب حاليا الكبيرة أكثر من 35 سنة. نعم. إذا أخذنا أفغانستان، أخذنا الصومال، أخذنا العراق. نعم. لا نتحدث على فلسطين. فهذا طبيعة هذه الحروب أنتجت احتياجات جديدة، ومن هذه الاحتياجات ولاحظنا في سوريا في مخيمات لاجئين في لبنان وفي الأردن، الأم تطالب أول شيء قبل الأكل والطعام بالمدرسة بالتعليم لأولادها، لأنه حالات الترحيل والهجرة ليست حالات طارئة 5 أشهر أو 6 أشهر. في سوريا 5-6 سنين. نعم للأسف. وهذا جيل، لذلك تمكين المرأة والعمل من أجل برامج التربية داخل المخيمات أو خارج المخيمات أو تسهيل الوصول للتربية للأطفال مهم جدا، لأنه الجسر الوحيد للمستقبل. نعم. بالنسبة لسؤالك عفوا،
بالنسبة لاحتياجات المرأة، احتياجات الخاصة فيها احتياجات كبيرة، لأن تجربة المرأة أثناء نزاعات مسلحة مخالفة مختلفة عن تجربة الرجال مثلا. نعم صحيح. والقانون الدولي من الأول من سنة 48 في اتفاقية جنيف اعترف بهذه الخصوصية، وكثير من النصوص والمواد القانونية تعطي حماية خاصة. الحماية العامة هي لكل مدني، نعم، لأي شخص لا يشارك في النزاع المسلح، لكن في 40 مادة خاصة لحماية المرأة اعتبارا لخصوصيتها. نعم. بالنسبة كذلك كأم، بالنسبة للتربية داخل السجون أو الأسر لابد أن تكون لها حقوق خاصة ويكون فصلها على الرجال. فإحنا نريد الترويج لهذه 40 المادة اللي هي تعطي كفالة تكفل حقوق المرأة، وهي حينس نسميها حماية خاصة. نعم، تفعيلها دائما، هذه واحدة من التوصيات، إن في قوانين توصية أن تفعل. نعم. مو بس تفعل ويصير مطالبات بتفعيلها، تنفيذها. نعم. تنفيذها الصح وكلها. نعم. مو تنفذين من الأربعين أربعة، صح، كلها تنفذ وللأسف مو دائما تنفذ. فواحد من التوصيات أن السياسيين مطلوبين بتنفيذ كل الحقوق سواء كانت للمرأة أو الإنسانية، ولكن السياسيين مثل ما تكلمت مدام بيرلي، الصليب الأحمر ليست جهة سياسية. نعم. هي جهة إنسانية. صحيح. تقول فوصلوا السياسية تغطي على الإنسانية. نعم. لا، المطالبة من السياسيين بتفعيل قانون الإنسانية على الكل يطبق، وخاصة على المرأة. نعم. نعم، أنا هذه النقطة اللي كنت بقولها، أنه جميل أنه في هذا المؤتمر قاعد تحرصون أن أنتوا تبينون هذه النقاط المهمة وهذه القوانين الموجودة اللي أنا متأكدة أن الأغلب يكون غافل عنها وما يعرفها، لكنها هي موجودة ويجب على الكل أنه يكون عنده معرفة ودراية بهذه القوانين تحديدا. صح. يعني علشان يعرف هو وين حقه. صح. ليست على المرأة فقط بل على المجتمع ككل. إحنا وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء، بس أنا أقول شيء واحد قبل ما ننتهي. أكيد. إن واحدة من الأشياء التوصيات إن مع الإسعافات الأولية اللي قاعد الكل يدربها، الهلال الأحمر مشكورا دائما يسوي إسعافات أولية، قاعد نطالب أيضا بتكون مع الإسعافات الأولية القانون. صح. كلها مع بعض الإسعافات الأولية تهيئك حق أي كارثة. نعم. خلي القانون بعد يهيئك حق أي كارثة. نعم. وأنا خلصت. نعم، لا إحنا ما خلصنا من شيء. نبي كلمة أخيرة منك لكل امرأة قد تكون قاعدة تعاني حالياً، أو إن هي في ظل مأساة، ممكن تكون حرب، فقر، مجاعة، أياً كانت هذه المأساة اللي تعانيها المرأة، كلمة منك لها ولإنسانيتها. أبيها دائماً تذكر أول شيء إنه في الله، والله حاميها حتى في أقصى الظروف، وأبيها تذكر دائماً إنه رح يجي الفرج. نعم. علشان متى ما شافت، حتى لو بعد، يعني مرات الفرج يجي بعد مثل ما قال دكتور يحيى، إذا أستاذ يحيى، إذا 35 سنة، ولكن الفرج هي مرات مو بالسلم ولكن بشيء ثاني. صحيح. دائما في شيء زين ياي. نعم. إذا شافته وشافت الأمل تقدر تعيش، وتعيش بطريقة أحسن من أنها هي مكسورة بدون أمل. نعم. فلا تصير مكسورة، خل تشوف قوتها، خل تشوف مقدرتها، عشان إلى الآن بما أنها هي عايشة معناتها قدرت تغلب على الصعاب. نعم صحيح. ولازم حقها وحق أهلها تكمل، أنها هي بنفس القوة، يمكن سنة يمكن 35 سنة، ولكن لازم تكمل عشان ما عندها خيار ثاني. نعم، هي مصدر قوة لعائلتها للجميع، والمجتمع ككل. للجميع. نعم، أستاذ يحيى كلمة أخيرة منك. الكلمة الأخيرة أعتقد أن تجربتي أن حماية المرأة وحماية سلامتها البدنية والنفسية اللي هي في الحقيقة تعرض لكل، صح، هي الضحية الأولى الكثير من الانتهاكات الجسيمة. نعم. وفي انتهاكات خاصة مثل للعنف الجنسي أثناء نزاعات مسلحة. صحيح. فلا بد من الدعم، والدعم النفسي والاجتماعي والكل، لأن المحافظة وحماية كرامة المرأة
لأنه في الأخير هي حماية كرامة الإنسان. نعم. وهو الحفاظ على إنسانيتنا. وهذه فرصة إذا سمحتي أن أشكر مرة أخرى دولة الكويت وسمو الأمير على الدعم المتواصل لعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ 25 سنة. نعم. ونحن نعتز كثير بهذا الدعم، لأنه دعم كذلك لطبيعة عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو العمل الإنساني البحت المستقل والحيادي. وأعبر عن اعتزازي الشخصي بتواجدي في الكويت والشراكة مع الشخصيات البارزة مثل الشيخة انتصار، وأنا معجب كثيرا كذلك بدور المرأة في الكويت، وهذا يشرفنا ويشرف كل عربي. نعم أكيد يشرفنا هذا. جميلة المرأة في الكويت. نعم هي جدا جميلة. جميلة جدا جدا فخورة أنا في المرأة في الكويت. نعم. بالخصوص يعني في المرأة عامة بالكويت صراحة سيداتنا رائعات. أكيد هم رائعات في كل المجالات قاعدين يبرزون، وفي كل المجالات قاعدين يحطون بصمة. فعلا المرأة الكويتية هي مرأة عظيمة معطاءة، وتحب أن هي تقدم لوطنها المزيد والمزيد. كل الشكر لك الشيخ انتصار سالم العلي صباح، رئيسة كل من مبادرة النوير وشركة انتصارز، على تواجد معنا اليوم. مشكورة. شكرا لك. وشكرا لك أستاذ يحيى عليب المفوض الإقليمي للصليب الأحمر على تواجدك معنا اليوم. شكرا. لك. مشاهدينا كانت هذه حلقتنا لليوم، نلتقي فيكم إن شاء الله في حلقات أخرى وفي نفس الموعد. فما الله.